أينما كنتم السلام عليكم. النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، وفيها الرياضة الكويتية في سبات بانتظار رفع الإيقاف، مدريد تترقب عقوبات الفيفا بحق الريال بعد التعاقد مع لاعبين قُصّر، وفي النشرة أيضا حركتا فتح وحماس يركضان معا في ماراثون أسران رمز وحدتنا. أهلا بكم مشاهدينا. الرياضة الكويتية تدخل في سبات بانتظار رفع الإيقاف عنها. الاستحقاقات الداهمة تزيد الضغوط على المسؤولين، ومجلس الأمة يحقق في أسباب الإيقاف. أزمة الرياضة الكويتية تراوح مكانها. الإيقاف الدولي للقطاع بات يتصدر الاهتمامات، ولا سيما في مجلس الأمة. لجنة الشباب والرياضة البرلمانية باشرت تحقيقاتها بشأن توقف النشاط الرياضي، وتحضر لتحرك شعبي وبرلماني ضد الاتحادات التي ساهمت في الإيقاف الرياضي. رئيس اللجنة النائب عبد الله المعيوف كشف عن إعداد الوثائق والمستندات، واتهم جهات داخلية بمراسلة اللجنة الأولمبية الدولية بغية إيقاف الرياضة في البلاد. هناك في الخفاء أيادي كويتية تعبث بالملف الرياضي وتريد استمرار هذا الإيقاف، وأيضا تريد تأزيم الموقف ما بين الشباب الرياضي الكويتي وما بين المنظمات الدولية الممثلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم وباللجنة الأولمبية الكويتية، اللجنة الأولمبية الدولية. كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم المقبل في المكسيك يؤمل منه رفع الإيقاف الذي أطاح بالأزرق من تصفيات كأس العالم، وإطلاق التحضيرات لتصفيات كأس آسيا مرهون بهذا الأمر. وكان الاتحاد المحلي قد أنهى خدمات جميع مدربي المنتخبات الوطنية قبل شهرين على نهاية عقودهم، وعدم إبرام عقود جديدة مع أي مدرب. الشلل الرياضي لا يصيب كرة القدم فحسب، فالاستعدادات لأولمبياد ريو دي جانيرو بطيئة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. مطالبات عديدة أطلقها إداريون بالعمل لرفع الإيقاف ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. الصراع بين الشيوخ لا يزال مستمرا، اتهامات متبادلة بين معسكري الرياضة الكويتية ينهش في الجسم الحيوي. وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود يرى في خصخصة الرياضة الطريق الأوحد لتطورها، ومن شأنها إحداث نقلة نوعية في جميع الألعاب. فيما يرفض الشيخ أحمد الفهد الرجل القوي في الرياضة العالمية أي تدخل حكومي في شؤون الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية الكويتية. وللحديث عن تطورات هذه القضية ينضم إلينا من الكويت رئيس القسم الرياضي في جريدة الأنباء الكويتية الأستاذ سمير بوسعد. أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير. يا مرحبا فيك، شكرا لكم الميادين. أهلا وسهلا فيك. اللافت في التقرير الاتهام الذي أورده الأستاذ عبد الله المعيوف رئيس لجنة الشباب والرياضة بأن هناك من داخل الكويت من يساهم في هذا الإيقاف بمراسلة اللجنة الأولمبية الدولية، من هي هذه الجهات ولماذا لا يتم تسميتها؟ طبعا هذا الأمر بالنسبة لأزمة الرياضة الكويتية باتت أزمة مستفحلة، وبات لها ذيول، وبات لها سمعة كبيرة دولية، وأصبحت من النماذج التي يتم فن القوانين حولها وكيفية علاجها، لا سيما أن الكرة العالمية واللجنة الأولمبية الدولية تبحث هذا الأمر طبعا من خلال شطرين الفيفا ومن خلال اللجنة الأولمبية الدولية. رشح هناك كثير من القرارات مثل ما تفضلت بتقديركم الكريم عبر لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة الكويتي، ووجود متابعات لهذا الأمر واستجال ما زال مستمر، إنما هذه الفترة يعني منذ شهرين تقريبا لا يوجد أي تصريحات نارية بهذا الخصوص باستثناء الوصول إلى حل، لأن الهدف هو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. طبعا رفع الرياضة الإيقاف عن الرياضة الكويتية، نعطيكم معلومة جديدة يبدو أنها لم تصل حاليا إليكم لكن خاصة للميادين، أن هناك مواطن اسمه مشعل عيد قليطح الشمري قدم بطعن صحيفة طعن عبر مكتب المحامي علي مطر الووان
يطعن بإدارة رئيس مجلس الوزراء بصفته وإدارة فتوى التشريع ورئيس مجلس الأمور بصفته، وذلك بطعن بموجب عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 26 سنة 2012 اللي عليه الخلاف، بالإضافة للمرسوم بقانون رقم 117 سنة 2014 والقانون رقم 25 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لعام 78، وهذا هو محور الخلاف. والآن سأشرح في شأن هيئة الرياضية والقانون في شأن أوجه تنظيم العمل. هذا الأمر جديد وقدم من هذا المواطن، وهذا يدل أولا أن كان مطلب الأولمبية الدولية 9 نقاط تعديلها، تجميد العمل في القوانين الثلاثة التي ذكرناها التي عدلت والتي لم تناسب اللجنة الأولمبية الدولية كما تقول، وبإضافة إلى فيفا اتحاد كرة القدم بوجود تدخلات في الأندية في الجمعيات في إدارة مكافحة المنشطات غير مستقرة. يعني هذا الطعن الذي تحدثت عنه أستاذ سمير بوسعد، وهي معلومة كما قلت خاص بقناة الميادين، نشكرك على هذه المعلومة، هو سيفيد الرياضة الكويتية؟ أكيد أستاذ فاضل، لأن هذا الأمر هو يبعد الشبهات عن أي مناوشات أو أي تجيش أو أي يعني فتح أبواب للاستنزاف أو للمساومة حول هذا الموضوع، الإيقاف الدولي والشد والجذب بين الشخصيات الرياضية الكويتية في المحافل الدولية، بالإضافة للسيادة الكويتية عبر قوانينها المحلية الممثلة بالحكومة والهيئة. هذا الأمر يرفع الحرج عنها، لأن هذه القوانين كانت محط خلاف، لا يجوز أن نصوت على هذه القوانين في أكثر مرة لأنها جرى تصويت عليها أو تصويت القانون وجرى موافق عليها، إلا أنها لا أثبتت عدم نجاعتها في تسيير إدارة الأمور الرياضية في الأندية، مما أدى إلى الإرباك وإلى عدم قدرة الأندية الرياضية تحديدا أستاذ الفاضل هذه النقطة لعدم عقد جمعياتها العمومية، لأن القوانين كانت متشابكة وتطلب نصاب معين وهذا لم يحدث. طيب. إضافة البند الآخر وهو إدارة مكافحة المنشطات التي لم تكن مستقلة، الأولمبية الدولية وفيفا يطالبان بلجنة مستقلة تابعة لوادا، وكذلك إلى المحاكم الرياضية يجب أن تطبع إلى كاس. طيب لو عدنا لكلام المعلومة ستكون يعني بداية حل دستوري وقانوني عبر السيادة الكويتية وإيجاد توليفة أخرى وجمعيات أندية عمومية جديدة تقر هذه القوانين التي ستصدر لاحقا بعيدا عن تدخلات خارجية أو أي وسائل. طيب إذا عدنا إلى تصريحات الأستاذ عبد الله المعيوف، وهو رئيس لجنة الرياضة، هو رئيس لجنة الشباب والرياضة، يعني يقول أن هناك شخصيات كما سألتك في البداية هي بعينها ترسل اللجنة الأولمبية الدولية لعرقلة الملف الكويتي، لماذا لا يسمي تلك الشخصيات بأسمائها لكي يضع الرأي العام الكويتي أمام الحقائق، يعني لكي لا يبقى هناك أمر ملتبس؟ يا سيدي الأمر بالعكس، والتصريحات ظهرت وموجودة في الصحف وأكثر من مجال ومنذ شهرين وأكثر، وسميت مسميات كل شيء عن لسان اللجنة وعن لسان الأطراف، لا يوجد جديد في هذا الأمر. يعني حتى اليوم خرجت بعض الصحف الكويتية بوجود اليوم معلومة أخرى، أيضا سيتم اليوم مناقشة قوانين جديدة رياضية من لجنة الشباب والرياضة عبر الاستراتيجية، بعد أن فوضت الحكومة هيئة الشباب والرياضة بوضع استراتيجية طويلة للرياضة إصلاحها من خلال الخصخصة، من خلال القطاع العام، من خلال القطاع الخاص، من خلال إدارة البرامج المدرسية. اليوم هناك اجتماع لهذه اللجنة، سيتم مناقشة كثير من القرارات والقوانين، وقد تكون كلها هي الهدف منها أن تأتي في سلة قوانين استراتيجية رياضية جديدة تبعد الشبهات عن أي صراع وأي جدل، لأن لم يصل إلى هناك أي حل بين الأطراف الأزمة التي تعيشها الرياضة الكويتية حاليا. فالحل هو من خلال يوم في اجتماع يبدو أنه سيرشح عنه كثير من القرارات، وسيفتح باب النقاش أيضا أو حول تحقيق مع بعض الأندية والشبهات وما إلى ذلك لتنظيف يعني الساحة الرياضية المحلية. طيب لجنة الشباب والرياضة تحدثت عن تحرك برلماني وشعبي، بالنسبة للموضوع التحركات الشعبية كيف يمكن أن يكون شكل هذه التحركات؟ هل ممكن عبر تظاهرات أو اعتصامات أمام مقر الاتحادات التي تتهم هذه اللجنة بأنها تعرقل رفع الحظر عن الكويت أو رفع العقوبات عن الكويت؟ بالعكس، لا يوجد هناك تشجيع شعبي، يعني
يعني الامر الان اذا ترى المود والمزاج الشارع الرياضي الكويتي لا يوجد لا يعني لا 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 يوجد فكره او هدف لاي احد او لاي شاب بان يذهب ويتظاهر، عرض من هنا دوله حريه وديمقراطيه. لا انا اتحدث عن تنظيمات تقوم بها لجنه الشباب والرياضه وليس تحركات فرديه. يعني تنظيمات شعبيه انت ذكرت شعبيه، لا اظن يعني هناك امور شعبيه، انما بدات الامور تاخذ عمليه الاستراتيجيه الرياضيه كما شرحت لك في مجلس الامه وفي لجنه الشباب والرياضه، بالاضافه الى وضع استراتيجيه رياضيه جديده تنسف كثير من القرارات والقوانين وبعض المواد التي ذكرتها لك عبر المواطن مشعل التي قدمها التي نشرت في استنشق الصحف اليوم. هذا يؤدي الى اصلاح الوضع الرياضي واصلاح نقاط الخلاف في كيفيه الدعوه الى عقد جمعيات عموميه الانديه والى اداره قطاع المنشطات والى عمليه النصاب وكثير من الامور التي طلبتها اللجنه الاولمبيه الدوليه بعدم التدخل، بالاضافه الى فيفا ايضا بالنسبه لوضع الكره الكويتيه. طبعا المونديال 2018 روسيا بات بعيدا عن الكره الكويتيه، حتى الشباب الكويتي هنا باحتكاكنا معهم كجانب اعلامي خلص يعني على قولتهم هونوا يعني باللهجه المحليه عافوا الامر، عرفت شلون؟ فهلا تركيزهم على كاس اسيا لعل وعسى، لان المنتخب الكويتي ما زال ضمن كاس اسيا، غرم 10,000 مرتين ميانمار ولاوس وكوريا 3 مرات، انما باند يعني لم يشطب انما هو موجود معلق. وهناك استحقاق اولمبياد ريو دي جانيرو استاذ سمير، هل وضع القيمون على الرياضه الكويتيه خطه طوارئ إذا ما تقرروا مشاركة الكويت في هذا الأولمبياد؟ يعني هل هم حاضرون للمشاركة؟ كلام جميل. نعم كلام جميل. الكويت طبعا هناك 7 لاعبون وصلوا إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، 3 رومات ولاعبان من ألعاب الجمباز والقوة وغيرها، هناك 6 لاعبين ولاعبات. طبعا سبق ان ظهر تصريحات ونشرت تصريحات عبر الهيئه وعبر مسؤولين رياضيين ان من يريد ان يشارك تحت العلم الاولمبي سيشارك بنفقته تحت نفقته الخاصه ومن جيبه الخاص، لا يمكن ان تدعمه الدوله، هكذا ظهر ونشر في الاعلام. فيبدو الامر ان المشاركه ستكون تحت العلم الكويتي، دون ذلك اعتقد لا تكون هناك مشاركه، وعلى عل وعسى يعني يمكن ان يصل الى حل قبل كونغرس فيفا من 12 ل 13 ماي في مكسيكو لحسم امر فيفا، بالاضافه الى يعني انا كنت ساسالك عن هذه النقطه، هل تتوقع خيرا من هذا الكونغرس في المكسيك؟ الكونغرس هو يعني ليس خير وشر، هو عمليه تصويت يعني 200 ودولتان على ما اظن او 204 دول بعد التقسيمات الاخيره ستصوت بنسبه 30، اذا صوت 30 رفع الايقاف سيرفع الايقاف، اذا صوتوا في العكس تجمد الكرة الكويتية أو لمدة 2 سنين. على ما أظن أن هناك ثواب الكرة الكويتية مرتان وهذه الثالثة، فيبدو أن الشطب يعني قد يضر المنتخب الوطني الكويتي لكرة القدم، هذا أمر مهم يعني وقد يأتي بالضرر إذا في حال عدم الإسراع في إصلاح خطوة الرياضة الكويتية كرة القدم تحديدا، لأن اللجنة الأولمبية الدولية هناك كثير من الألعاب، وأمس أخبرك أيضا وصل كتاب من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بتعليق أو بتجميد كرة الطاولة الكويتية عن المشاركات المحلية والخارجية ومن ضمن اللاعبين، لا يمكن أن تنظم وأن تشارك، هذا آخر التعليق أو آخر تجميد قرارات دولية تجميد الرياضة الكويتية. طيب سؤال أخير أستاذ سمير، بعد كل ما تحدثت عنه اليوم والمعلومة الخاصة التي قلتها للميادين، الأجواء توحي بأنها إيجابية، هل ستتخطى الكويت هذه الأزمة في الأيام أو الأسابيع المقبلة؟ طبعا الكويت قادر على تخطي هذه الأزمة وتخطت أزمات كبيرة في كل النواحي المتعددة، لأنها تملك يعني مؤسسات دستورية بدءا من مجلس أمة إلى مجلس وزراء إلى إعلام يعني يصنف ثاني في الوطن العربي، بالإضافة إلى كثير من المؤسسات التي ممكن أن تلجأ إليها يلجأ إليها المتخاصمون أو المنازعات. أتوقع هناك استراتيجية طويلة رياضية لن ترى النور قبل أولمبياد ريو، أتوقع لن يشارك أحد في أولمبياد ريو إذا كان تحت العلم الأولمبي،
وسيتم طبعا كأس العالم لم يلحق إضافة كأس آسيا 2019، لا ندري قد يكون هناك فرصة إلا في حال تم يعني تأثير وشطب نتائج المنتخب الكويتي أو تجميده، لأن الأمر طال كثيرا ويعتبر أكثر من حجة أكثر من غرامة، فهي بد أن يلقى حل. كل الشارع الرياضي وكل المسؤولين الرياضيين الكبار من مسؤولين ومدراء وشيوخ وغيرهم يرون أن هناك استراتيجية رياضية كبرى باركتها الحكومة لكي تنطلق ولكي تعرض على مجلس الأمة وتعرض على كافة الإدارات أو المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية لكي يتم البدء فيها، مما يصلح حال الرياضة وينسف مثل ما ذكرت لك وحسب صحيفة الطعن التي قدمت بالقرارات. يعني تخيل عندك ثلاث مرسوم بقانون، يعني 2012 2014 و2015 هذول المراسيم جاءوا لإصلاح وضع الرياضة، إنما بالعكس زادوا الطين بلة وزادوا من 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 مساوئها. فيبدو أن الاستراتيجية الشاملة هي الحل الأمثل الذي تحفظ ماء الوجوه لجميع المتخاصمين أو لجميع المطالبين بالسيادة، ومنهم مطالبين بعدم تدخل الخارجي. الاثنان في دفاعنا لمصلحة قد يكون الرياضة الكويتية عموما، إنما طريقة وأسلوب التعاطي مع هذا الأمر أدى إلى الكثير من الشبهات. فالاستراتيجية الرياضية الشاملة هي الأنسب. واليوم الصحف مثل ما ذكرت لك أستاذ فاضل أنه ذكرت وجود اجتماع في لجنة الشباب الرياضي لطرح الاستراتيجية ووضعت محورها لبحثها ودراستها. الأستاذ سمير أبو سعد رئيس القسم الرياضي في جريدة الأنباء الكويتية، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، أشكرك جزيل الشكر. يسعى ريال مدريد إلى دخول سوق الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم، لكن خططه مرتبطة بقرار الفيفا حيال فرض العقوبة على النادي بسبب التعاقد مع لاعبين قُصّر سابقا. آخر تطورات هذه القضية في التقرير التالي. هنا في فالديبيباس المدينة الرياضية لريال مدريد لا يسمح بالحديث عن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب التعاقد مع لاعبين قُصّر بين عامي 2005 و2014. وللمصادفة فإن المدينة تم إنشاؤها عام 2005 أيضا، وكان الهدف بناء 9 ملاعب مطابقة للقانون، لكن القيمين على النادي الملكي لم ينفذوا البنود القانونية بشأن التعاقد مع قُصّر. شيدت الملاعب وإلى جانبها وحدات سكنية خاصة باللاعبين الصغار من خارج إسبانيا، لكن لا أحد يجيب ما إذا كان والدا كل لاعب يعيشان هنا أيضا. إجراء المقابلات مع بعض اللاعبين الصغار يقابل بالرفض التام من قبل المكتب الإعلامي لريال مدريد. العقوبة أصبحت على طاولة الفيفا والحالات تدرس بتأنن، سواء في أتلتيكو المتهم بتعديه القانون بين عامي 2007 و2014 أو في الريال المتهم بالتعاقد مع لاعبين قُصّر بين عامي 2005 حتى عام 2014. في حال فرض العقوبة على قطبي العاصمة مدريد، حينها سيمنعان من التعاقد مع أي لاعب خلال موسمي الانتقالات الصيفية والشتوية، أي حتى بداية عام 2017، أسوة بما حصل مع برشلونة سابقا. وللحديث عن هذه القضية ينضم إلينا أنريكي خارو، وهو أحد المدربين في مدارس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنريكي، أنت معنا من إسبانيا. السؤال الأول، لماذا يصل فريق بحجم ريال مدريد إلى هذا المقزق والمأزق، والحديث هنا عن تعاقده واتهامه بالتعاقد مع لاعبين قُصّر؟ قوانين الاتحاد الدولي واضحة، قي يحق لأي لاعب تحت السن ومن خارج إسبانيا المشاركة في بطولة الفئات العمرية والانخراط في الحصص التدريبية للفرق المحلية، يجب تأمين مسكن له ولوالديه إضافة إلى عمل لولي أمره، ما يعني إعطاء إقامات توافي الشروط القانونية في إسبانيا. وأعتقد أن هناك بنودا أخرى يجب تطبيقها فيما خص الإقامات، وذلك حين يمضي على وجوده 5 أعوام وغير ذلك لا يمكنه اللعب. أستاذ أنريكي، لنفصل للمشاهد العربي أكثر، ما هي المخالفات تحديدا التي قام بها عملاقي الكرة الإسبانية، والحديث هنا عن برشلونة وريال مدريد، وهل سيؤثر هذا الوضع على توافد اللاعبين الصغار إلى إسبانيا؟
لا يمكنني التحدث نيابة عن ريال مدريد وبرشلونة، لكن أعتقد أن هناك خللا في موضوع الإقامات لدى بعض اللاعبين أو توقيعا لعقود معهم مباشرة، وهو أمر مخالف للقانون. كرة القدم الإسبانية بألف خير، فهي لا تزال محور ثقة الجميع، وهي تتمتع بمدارس كروية على مستوى عال. ومن وجهة نظري هذه العقوبة لم تؤثر في توافد اللاعبين الصغار إلى إسبانيا. أستاذ أنريكي، في الفترة الأخيرة هناك من يتحدث عن تراجع في قدرة المدارس الكروية الإسبانية في تخريج لاعبين لامعين على المستوى الأوروبي، هل توافق أنت على هذه النظرية؟ القيمون هنا سواء في ريال مدريد أو في أندية أخرى يعملون جاهدين لإعداد جيل جديد. قد لا نشاهد هؤلاء اللاعبين يبرعون في الليغا، لكنهم يحترفون في دوريات أوروبية مختلفة بحيث ينتشرون في عدد من الدول. لكن لا تزال إسبانيا منبعا لتخريج اللاعبين الصغار، لذا أنا أثق تماما بما تقدمه المدارس الكروية هنا. المدرب في مدارس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأستاذ أنريكي خارو، كنت معنا من إسبانيا، أشكرك جزيل الشكر. تحت عنوان أسرانا رمز وحدتنا، الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يطلق ماراثونا خاصا يجمع حركتي فتح وحماس، شعاره الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، وهدفه تسليط الضوء على قضية الأسرى. نحو حلم طال انتظاره يعدون، وبروح رياضية وضعوا خلفهم حسابات الفوز والخسارة. فتح وحماس تجتمعان هذه المرة لكن في ميدان الرياضة. ماراثون أسرانا رمز وحدتنا نجح على الأقل في توحيد الأفرقاء بعدما عجز ميدان السياسة عن ذلك، والرسالة تأكيد على مركزية قضية الأسرى كأساس للوحدة الوطنية. نوجه رسالة إلى أسران البواسل أن قضيتكم موحدة جامعة. اليوم نتوحد في الميدان لنقول أننا ماضون وجادون في تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. عندما نشاهد الرياضيين فنحن نشاهد أن هناك ثقافة الخاسر والرابح، وثقافة الخاسر والرابح هي الثقافة السياسية والديمقراطية. نتمنى أن نصل إلى هذه الثقافة. قيادات من حماس وفتح وأسرى محررون إضافة إلى مئات العدائين من أندية غزة شاركوا في هذا الماراثون الذي أكد الجميع أن الرابح الوحيد فيه هم الأسرى، وفي المقابل حمل رسائل للعالم بالالتفات إلى قضيتهم العادلة. نقول للعالم بأن أسرانا وحد وأشار على الفلسطيني، وها نحن موحدين في هذه الخطوة المباركة. ندعو الله أن تستمر إلى الأمام لكي يكون هناك إنجاز أكبر من هذا الإنجاز. اليوم رسالتنا في المشاركة في ماراثون لنهائي القسام الفلسطيني، ولا فرق بين فتح وحماس أو أي فصيل آخر، ورسالتنا للأسرى أنه إن شاء الله الفرج قريب، وأنه الأسرى هم سر نجاحنا وسر قوتنا ضد المحتل الإسرائيلي. انتهى السباق في أي حال، لكن الانقسام ما يزال على حاله، ومع ذلك فإن الأمل أن يظل ميدان الرياضة جامعا لا مفرقا يحدو الجميع. بصرف النظر عن الرابح أو الخاسر في الماراثون، الأهم هي رسالته الداعية للوحدة وإنهاء الانقسام عبر الالتفاف حول قضية الأسرى الجامعة لكل الفلسطينيين. أحمد غنم، غزة، الميادين. الختام سيكون من ملاعب الكرة البرتقالية. لاعب كرة سلة أمريكي يسجل كرة حاسمة في سلة فريقه عن طريق الخطأ ويحرمه من الفوز. الأمريكي جيرمان مارشال تاه عن سلة الخصم وسجل ثنائية قاتلة قبل ثانية على نهاية المباراة المفصلية في دور الثمانية من الدوري اليوناني التي جمعت كيفيسيا وإريس. مارشال أصاب سلة فريقه كيفيسيا بعدما كان متقدما ب 95 نقطة ل93، وسط حالة من الذهول أصابت زملائه والحضور، ومددت المباراة إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما إريس بالفوز ب 108 نقاط مقابل 103. ختاما مشاهدينا، نذكركم بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين، ولمقترحاتكم وأسئلتكم عبر البريد الإلكتروني sports@almayadin.net. ولمزيد من الأخبار ولمتابعة نشراتنا زوروا موقعنا www.almayadin.net. إلى اللقاء.